فو 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 فوتوشوب يا محلى خلقة الله شو بدك بالتجميلة يا محلى خلقة الله شو بدك بالتجميلة لا بدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلة ما بدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلة فوتوشوب ليكي حلوة لوين بالطريق رح الحكيم بدي اعمل كولاجين بوتوكس وماسك تعملي حلو كتير خليكي تدوفي وهيدا شي اكيد اسمعي مني شو بدك بيا الصرعة انت حلوة هيك كيف ما كنت خلت الله ما تكون البنت اللي عايشة بالخيال جمالك من الله اللي وحده الكمال روحك الحلوة بتعكس لبرا قلبك الابيض هو عند الاغلى لو بدك صورة حلوة اعمل لي فوتوشوب ليكو خليل بيرسلك هي توب وعم ترهني تفكيرك بجسمك كبري عليك غير هيك ما بلبق لك هيك على طبيعتك انا برتاح لك احلى شي فيك تضلي على شكلك الا شريطان والكسل بتقلك ما في تجميل جمالي كله طبيعي تمشي بتتمختر بتميل عمهلك اوعى تضيعي بتقلك ما في تجميل جمالي كله طبيعي تمشي بتتمختر بتميل عمهلك اوعى تضيعي فكرة صارت مالي كان وبتضحك عمين ما كان صارت مالي كان وبتضحك عمين ما كان وبتقله خلقت الله لبدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلة ما بدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلة فوتوشوب صراحة شكلي هيك عجبني ما بدي كون باربي ولا حتى كون بيونسي تكوني بلاستيك تعملي سر شريبة للبنات كوني من نون كابي 1, 2, 3 to the 4 فهمتي علي خلي تفكيرك معي هون 5, 6, 7, 8 You're a god of bless don't have to be the mate هون أحلى حلقة أنا بالعربي يا دوب كنت فهمان عليك ريقنت وحكيت بالإنجليزي فوتني بالحيط ترجم لي عيني هنت أنا إنجليزي ما بتعرفها ليكي حكيم ترجم لنا شو عم بحكي ليك ولو لو بعرف ترجم كنت ترجمت ايه يا خليل بس عم بحكي عن حلاها مثل ما هي انا بابت سماها مو ضروري تكون بلاستيك حتى اعجب فيها تكون كلها نفخ حتى انا دوب فيها يا محلى خلقة الله اخر كلمة بحكي مع روحك الحلوة رح ابي كيف ما كنتي بما انه خلصنا الريقان اعطونا قد قفتي على البيان وخلونا نكيف هذا القتقفتي اسم الإيقاع ايه وشو هذا البيان؟ شو بكله؟ هذا اسم المقام حفورة ولك يا حبيبي هذا المقام اسمه بيات بالتاء مو بالنون اوف 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 لبدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلة لبدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلة فوتوشوب ايوه وراك ايوه وراك ايوه عباس وراك 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 Where the keys? Where the four? 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 Where the keys? Where the phone? 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 Where the keys?
ايوه وركيز ورفون وركيز ورفون استك استك وركيز ورفون وركيز ورفون وركيز ورفون وركيز وركم هلا يالله يا وركيز ورفون وركيز ورفون وركيز ورفون وركيز ورفون وركيز. ما قلت لك النشاط راح فينا بعد شوي. وركيز هلا بحبيبة قلبي روشة. شربان كل هدول؟ شو هدول؟ هدول هدول ما شايف شيء. شو فيه؟ شو عم تحكي؟ شوف شوف شباكي. شوف 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 شو عم تسالي؟ شو عم تسالي؟ بس على الاول ومسبقة التوسي، يعني كنت شربتي مشروب الطاقة وطرتي ورا عقلك اللي طاير من زمان. وكمان هون بالعيادة؟ لا رفيق انا معاش عيش. حبيبتي ريما انت بدك تبطي ما تعرفي شو تقولي. ما يسالك شو؟ اف يا ربي والله ولا مارم. هلا رح اعطيكي شيء اطيري معنا سرفي. عباس هلا بتخلي العياده لانه بدي اياك موضوع ضروري. رشا ايدي بزنارك حليها. وين يا دان؟ اسمع منا ولا كلمه. ها حاسس في 60 سعلان جواتي عم ينطوا. وشو بتحب تساوي لدوك؟ على المراج مثلا؟ المحل اللي بتشوفيه مكرنش افرديه، والمحل اللي بتشوفيه مفروض كرنشي. ما بدي وصيكي ريما مثال للطيران، بس للأسف طاير عقلها مجرى الفوقاني. ولا يهمك دوك، عندي خليل. طلع معي طلع معي فكني هون مبسوط كثير. يلا لعيونك. ولا فوق ولا كيس ولا كيس ولا فوق 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 وركيز ورفون. واو شو حلو هالرقصة دكتور. شو اسمه؟ وركيز. تعلمني اياها؟ 100 طلب مثل هالطلب. تفضلي تفضلي تفضلي. صحي انك خوتي. والله انك خوتي. وركيز ورفون وركيز ورفون وركيز ورفون وركيز ورفون وركيز ورفون وركيز ورفون وركيز 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 ورفون وركيز ورفون وركيز ورفون. لك اخ يا رشا اخ، لك المشكله انه انا بحبه بس هو ما نو شايفني ولا قايمني من ارضي، واذا بدك ما عم يحترمني. فهمتي علي؟ حسيتي فيني؟ يا حبيبتي بس انت كمان خليكي كول اكثر. يعني وشو القصه العظيمه اذا كان عم يشرب مشروب طاقه بالمكتب؟ سوات مشروب طاقة؟ لك بعدين انتي مو حرام عليكي؟ يعني بنت بأول عمرك مثل الفلة مو حرام عليكي بتضيعي مستقبلك؟ بعرف انك مفكرتيني بنت مصروعة ومدري شو، بس صدقيني انا ما صار فيني هيك الا لما تغربت وتعذبت وتيتمت. 4 سنين كان عمري. نو داد نو مام. مو مشكلة جيل ابدا يا دكتور. لك الله يلعن بي العولمي وقلة التربية. كل الحق على العولمي. عاد تسقط التكنولوجيا والايديولوجيا كمان. وانا من وجهة نظري المحدودة طبعا اللي يا بتعرضكم ابدا انه الريقان هو السبب كل اللي ولا حدا يناقشني. عن جد انا عم بزعل على هالجيل كتير. وانا زعلانة عليك كتير. زعلانة هالجيل كتير. لك منعولي الضرب بالمدارس والاساتذة صاروا مسخرة، ولا حدا يقاطعني رجاء. 6000 مرة صرت قايل لا حدا يقاطعني. مو هنا كنت بالخارج وبعرف انه كل الاساتذه والانسات الطالعين على مبدا بتزهر بتعقد يا زيزفونا. شو رايك بحكي اخي خليل؟ بشو
لكل باللي كنت عم قوله. والله انا يعني حابب اسمع رأي حبيبتي الانسي سلوى. اي بصراحة لا والله اتمنى مخلصا واشكرك جزيلا اذا كذبت علي. يعني نحنا كلنا بحاجة للفرح، نرقص نغني نضحك نرجع للطفولة شوي. اي والله ما في احلى من الطفولة. اتحداك تحت شرط وتحت اي شرط، اتحداك واتحداك تحت اي شرط تعيدي الكلام اللي كنتي عم تقولي، واذا عدتي عرسك احسابي. اي بعيده تحت شرط. ها بحيات امك، ركزي يا سلوى ركزي، تحضري الجمال، هذا عرس وانا منتوف ليره معي، فخلينا نعمل عرس حسابه لعباس. اي ماشي ركزي. اي كنا عم نحكي شي عن الطفولة. بحيات امك يا سلوى ركزي، هذا عرس ولو والله بكلف كتير وانا ما معي مصاري. اي شوكه شوكه. اي والله نسيت خيو، مصرياتك لازم تضل بجيبتك لان وحدي مريقني مثل هاي جملة بتعرف تعيدها. عرسي ولا عرسي؟ لكن انت مش قد مأجرتي؟ اي شو هو؟ الاختراع اللي الله حرمك منه، يعني الطابق الفوقاني. اي بصراحة عباس. الله لا كان جاب هذاك النهار. روح شو خلص روح. شو كنا عم نحكي؟ يعني شو كنا عم نحكي؟ أنا عارف، أنا شو عارف ليكي. طلع فيني أنا بدي أقلك على شغلة كتير مهمة وضرورية لأنه رح تطلع من أنفي ومحلك، بقى تفهمي علي. كنا عم نحكي عن الريقان، الريقان اللي عم يفتل بمخيك باليوم شي ألف فتلة، بيطلع من دانك اليمين بتقبل حد، بعدين بفوت من الدانة التانية، وبعدين بشر من أنفي. ولك أنت حرام تتجوزي، ولك إذا جملة بتعرفي تعيديها. أنا How are you man؟ يعني كيفك وكيفه؟ احزروا شو تعلمت من هالصريعة روشة؟ يعني طيب احزروا لكم شوي وبعدين بتعجزوا. انا تعلمت انه لازم نضحك رغم عن الالم. وانت عباس؟ اذا حكيت ما حدا بيقاطعني. أنا روشا ذكرتني شو كان يقول الوالد، الفرح راكد قدامنا والحزن راكد ورانا. ويا حسرتي يا حسرتي، الفرح سابقنا بكتير وخايفين نحن من الحزن يصل عنا ويسكن فينا. Where a keys?
بدي تحبيني وتموتي فيني يا تنسي كل الناس وحدي تهويني تدي 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 هزي بخصرك هزي 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 بخصرك هزي سهم بقلبي غزي غزي سهم. آي صباح الخير. أهلين كيفي؟ آي والله النعس ضارب طنابه. آي شبوها سلام لله. ولك هات إذا لمرتو أبي قل له صباح الخير، قلنا بده يسلم علينا ويقل له صباح الخير. آي دكتور. آي جاية. شكله معصب. واحد متصبح بوش مرتو ريما بده يعصب. بدي أعرف الواحد ليش بيتزوج؟ إذا مو طايق مرتو وبده يضرب نفسية بوش العالم. ما علمنا هزي بخصرك هزي 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 بخصرك هزي. كم موعد عندك اليوم يا سلوى؟ اي 13. وديش بالشهر اليوم يا سلوى؟ اي 13. كمان؟ اي كمان. طيب سلوى في مريضة اسمها نوال، أول ما تجي خليها تفوت قبل كل الناس. أي والله باين أنت مدعومة هالنوال نيالة. أي دكتور دكتور. ولا حرف. بوشك عشي صيدلية خدي إبرة أو على بيت أهلك يلا. أبعرف لك عباس. أبعرف عيشتك بتقرف كل يوم نفس الروتين وأكل الهواء. لأيمتى لأيمتى مشكلة الأنثى بدها تضل كأسرة لك ضهرك؟ لأيمتى؟ لا تقاطعيني. ما تواخذينا بس حرام بتسهر بالبيت كتير، اما مريضة بتسهر على راحتها، فمن اول ما اجت على الشغل وهي مصابة بمرض النعاس القاتل. يلا يلا بسيطة بسيطة. شو بدنا نشربيك؟ شو في عندك؟ لا هيك خربطنا نبلش، كل هدول اللي كاتبين ومتخسر علينا وما شفتيين. طيب قهوة شاي زورات؟ بشرب شاي. تكرم عيني. ايه وينك؟ فيني لا لا ما فيكي تطلبي شيء بالمرة لانه في شغلي. ها شو مكتوب؟ خليل 7. معناتها رقمي 7 واسمي خليل، لبقى تعيطي لي وينك ماشي؟ ماشي خليل. طيب بس فيني اطلب بدال الشاي قهوة؟ لا بدك تشربي شاي لانه احنا عندنا ما في تبديل. اي دكتور. انسة سليمان تفضلي الدكتور عباس بانتظارك. شكرا. انت يا بدك تبطلي هالعادة، انت نايمة والزباين هون وانا اعلق بالزباين. اي والله كنت تعبانة. بتضلي تعبانة يا سلوى. اسمعي قال يا ربي كله قال ما تسألني شو في عندك، انا معقول اللي كاتب العالم مو شايفني؟ شو حاله له؟ بجوز مرقنة. والله بجوز. وشو اسمي خيتي؟ سليمة. سليمة. وصل لك زمان يا سليمة؟ أول ما خلقت فورا سموني سليمة. نيالك وديش عمرك؟ 25 سنة. كاملين؟ لا وثلاث أشهر. وشو بتشتغلي؟ ممثلة خريجة المعهد العالي. قديش ارتفاعه؟ مو كتير عالي. وما تجاوبني الخوتي. طيب بدي اسألك، هلق التمثيل صعب شي؟ هلق التمثيل مو قصة صعب، بس يعني فيك تقول انه هو عبارة يعني فيك تقول هيك شي. ايدي عراسي. هلق هذا جواب بني ادم في براس وعقل ومخ وبيفهم ومثقف ودارس انبل مهني في العالم.
مستحيل يا دكتور، شو انك كاركتر كتير مهضوم. مو هلا كنت بأمريكا؟ خريج أمريكا حضرتك؟ قدي صلك متخرجة؟ 3 سنين. وشكلك ما عم تشتغل كتير، ما هيك؟ لا بالعكس عم بشتغل. شو بنا دكتور؟ بس بزمتي ما شفتك ولا بأي مسلسل. لا الله يسامحك، السنة الماضية أخذت كاركتر كتير حلو. معقول ما شفتني دكتور؟ كاركتر كتير حلو. طيب حلو كتير. وكم مشهد؟ هلأ مساحة الدور مو كتير كبيرة، بس اشتغلت شغل كتير حلو. مثل ما قلت لك الشخصية عبارة عن كاركتر كتير معقد، كتير كتير حلو الدور. هلأ الشخصية معقدة ولا انتي؟ لا لا لا، ما امزح معك. بس ومع ذلك ما جاوبتيني على سؤالي، يعني كم مشهد؟ 10 مشاهد. ومن هون لهون؟ 7 مشاهد. كرمال هالشواري. هلأ هني كانوا 7، بس بتعرف المخرج بيحذف مشهد من هون مشهد من هون، صاروا 4 مشاهد. سليمان، مشهد واحد بس ما بتصدق العالم بالشارع قديش حابين شغلي يا دكتور. يعني ما تتقاتل العالم عليكي وما تصير زحمة بس تمري، ما هيك؟ دخيلك دكتور مو مشكلة، إلا ما تجي الفرصة وحدا يؤمن بموهبتي. ايه يا خيتي، إلا ما تجي الفرصة، لأنه يعني أول 60 سنة من عمر البني آدم صعبين كتير، بس إلا ما تفرجوا لا تقاطعيني رجاء. بس بدي أسألك، مين مثلك الأعلى بالتمثيل؟ مثلي الأعلى؟ مثلي الأعلى مونيكا بيلوتشي. ها؟ مونيكا. دكتور هاي دكتور شو صاحي دكتور؟ يا أنسي الدكتور عباس بدري يشوفه. قومي الدكتور عباس. اي دكتور شو صار له؟ ما بعرف شو صار له فجأة. تعالي اقول لك سلوى. عباس روحي جيبي لي كاسة حليب. اي ضحك حزورة بده يضحك لأنه بيكره المنتجات الحيوانية وخاصة الحليب. شو بقى شو صاير؟ أفي شي كنت معلمة التمثيل. حليب يا خليل حليب. صحيح نسيت عارفك، صديقي خليل ورفيق طفولتي ورفيق عمري وزميل دراستي بأمريكا، والآن يزول منصب الأوفيس بوي تبعي بالمناسبة، ها هو خريج تمثيل من أمريكا. محلى خلقت الله شو بدك بالتجميله، يا محلى خلقت الله شو بدك بالتجميله، لا بدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليله، ما بدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليله. ليك يا حلوة لوين بالطريق؟ راح على الحكيم بدي اعمل كولاجين بوتوكس وماسك تعملي حلو كتير، خليك تدوب فيه وهيدا شيء اكيد. اسمعي مني شو بدك بيا الصرعة، انت حلوة هيك كيف ما كنت خلت الله، ما تكون البنت اللي عايشه بالخيال، جمالك من الله يلو وحده الكمال، روحك الحلوة بتعكس لبرا قلبك الابيض هو عند الاغلى، لو بدك صورة حلوة تعمل لي فوتوشوب، ليك وخليل بيرسم لك هاتوب، اوعى ما ترهني تفكيرك بجسمك كبري عليك غير هيك ما بلبق لك، هيك على طبيعتك انا برتاح لك، احلى شي فيك تضلي على شكلك. هلا شريطان والكذب بتقلك ما في تجميل، جمالي كله طبيعي تمشي بتتمختر بتميل على مهلك وعلى الضيعه. بتقلك ما في تجميل، جمالي كله طبيعي تمشي بتتمختر بتميل عمالك اوعى تضيع، فكرة صارت مالي كان وبتضحك عمين ما كان، فكرة صارت مالي كان وبتضحك عمين ما كان.
شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلي ما بدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلي فوتوشوب صراحة شكلي هيك عجبني ما بدي كون باربي ولا حتى كون بيونسي تكوني بلاستيك تعملي سر شريبة للبنات كوني من نون كابي 1, 2, 3 to the 4 فهمت علي خلي تفكيرك معي هون 5, 6, 7, 8 You're a god bless don't have to be the mate هون أحلى حلقة أنا بالعربي يا دوب كنت فهمان عليك ريقنت وحكيت بالإنجليزي فوتني بالحيط ترجم لي عيني هنت أنا إنجليزي ما بتعرفها ليكي حكيم ترجم لها شو عم بحكي ليكو لو بعرف ترجم كنت ترجمت ترجمت ايه يا خليل بس عم بحكي عن حلاها مثل ما هي أنا ببت سماها مو ضروري تكون بلاستيك حتى أعجب فيها تكون كلها نفخ حتى أنا دو فيها يا محلى خلت الله آخر كلمة بحكي مع روحك الحلوة رح أحبك كيف ما كنت بما أنه خلصنا الريقان أعطونا قطقفتي على البيان وخلونا نكيف هذا القطقفتي اسم الإيقاع ايه وشو هذا البيان؟ شو بكله؟ هذا اسم المقام حزورة ولك يا حبيبي هذا المقام اسمه بيات بالتاء مو بالنون اوف اوف لبدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلي لبدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلي فوتوشوب